دولار مع العلم انه تطبيق الاداء. كل جهدي حطيته بهالولد وان شاء الله تساعدوني تنقذوا هالروح. هي الوقت ما احسن تعمل لهم شيء نهائيا، مكبل ما بعرف ما عارف تاسيب شيء. انا اسمي عبد الكريم من قريه جدود، عندي 5 اطفال، 3 طيور بالجنه الحمد لله، وعندي 2 بنت عمرها 4 سنين، وعندي ولد عمره 4 اشهر. الولد الحمد لله تشخص مرضه ضمور عضلي شوكي قبل الاولاد اللي توفوا. عندي البنت الكبيره اسمها شيرين، توفت بعمر 6 اشهر. حاولت كتير، يعني المشفى كان من 7 سنين متجوز الحمد لله، المشفى دار لي رايح جاي على المشافي وعلى الاطباء ما حسنوا شخص المرض. توفت شيرين بعمر 6 اشهر. بعد الحمد لله رزقني الولد الله بولد اسمه محمد، كمان نفس الحالة. اخر واحد دكاترة صور طبق محوري، صور رنين مغناطيسي، اخر شي قالوا لي ضمور، ما حددوا نوع الضمور. قولوا لي تحكي مع بريطانيا، تحكي مع امريكا، وين ما بدك تبعته ما له علاج. حكيت مع اطباء طبعا في الخارج، قالوا لي ما حددوا مرض نوع الضمور، ما بنحسن نفي لك بشيء. اخر شيء قبل ما يتوفى توفى بتركيا الحمد لله، حولوه على تركيا وتوفى بتركيا. بعدين رزقني الله بطفل اسمها مفيدة، عاشت 8 اشهر والحمد لله توفت من دون ما اعرف نوع الضمور اللي بصيب ولادي. وبعدها صار عندي بنت الحمد لله اسمها مينا، كبرت صار عمرها 4 سنين. كنت فترة وقفت الولاد، بعد ما كبرت مينا تشجعت الحمد لله. بعدين رزقني الله بسلمان، سلمان شهر ونص طبيعي، 2 شهر طبيعي، شوي شوي بلش يرتخي. راحت على الأطباء على الدكاترة، حسن الدكتور مصعب إبراهيم شخصها معها مرض ضمور عضلات شوكي، طبعا له علاج ولكن العلاج في الخارج. أنا بناشد عن طريق قناتكم الإعلامية، قناتكم الثورية، بناشد الضمير، بناشد الإنسانية، بناشد أي شخص يحسن ينقذ روحي ينقذها. هي روح أمان برقبتي ولكن ما مقدور يعمل له شيء، علاج مكلف وما في هون علاج حصرا في الخارج. فأرجو من بيده القرار وعم بسمع صوتي، أرجوكم ساعدوني، أرجوكم أنقذوني، الله يجزيكم خير.